أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. تطورا وتصاعدا للأوضاع التي حدثت بالأمس في السويد بحرق كتاب الله، حرق القرآن الكريم، تفاعل التيار الصدري اليوم في بغداد وتوجهوا إلى السفارة السويدية ببغداد وتم التجمهر حولها، وبالفعل تم إحراق السفارة السويدية في بغداد من قبل التيار الصدري، تيار مقتدى الصدر، لما فعلوه أمس من أفعال تجاه كتاب الله. حتى هنا انتهى الخبر، لم يعد لدينا المزيد لكن لدينا جديد، فابقوا معنا وتابعونا. نشكركم لدعمكم المستمر وحسن متابعتكم، في انتظار قادم الفيديوهات بإذن الله. ابقوا معنا وتابعونا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة أحبائي الكرام. شكرا لكم من جديد.